بنت ندى في ثالثه صيدله. ما شاء الله دي معروفه. الحمد لله. هو حضرتك دخلك الشهري حوالي قد ايه؟ موجود عند حضرتك في الطلب. حلو. طب ايه رايك لو دخلك يزيد 600 دولار في الشهر؟ الحقيقه انا مش فاهم ده ايه علاقته بالقرض اللي انا جاي اقدمه يا استاذ صالح، محمد صالح. يا استاذ صالح. لا هو في الواقع ملوش اي علاقه بالقرض ولا بالبنك. ده بزنس خاص بيا انا. لا الحقيقه انا مش فاهم. افهم حضرتك. هو الموضوع عباره عن شجره. الشجره دي مكونه من فرع يمين وفرع شمال. المطلوب منك انك تجيب كل معارفك واصدقائك وزمايلك تحت الافرع دي. هتاخد على الفرد الواحد حوالي 50 دولار. وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ كل ده بكام؟ بخمس. يا استاذ انا مش فاهم اي حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده ومش مهتم، فيا ريت بقى نركز ونرجع بقى لموضوع القرض اللي انا جاي اطلبه. ممكن تديني فرصه ثانيه اشرح لك بشكل ابسط شويه؟ اتفضل. مين اكتر اثنين بتثق فيهم في اصحابك؟ ايمن عبد العزيز رئيس مجلس. لا مش مهم نقول ايمن على طول. ايمن. تاني شريف. تمام. احنا لو تخيلنا ان هنجيب ايمن في الغصن اليمين وشريف في الغصن الشمال، عشان الشجره تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت ايمن. ايه يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش، احنا نجيب المدام تحت شريف والابوره الصغيره تحت ايمن. ده بنتي. ايوه يا فندم. امال مش انت مستقبلها؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بشهادته؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ايه اللي نادى تحت شريف؟ طب خلاص بلاش، واضح ان حضرتك مش واثق من شريف. اقول لك على حاجه، خلي ندى شمال لوحدها وتعتمد هي على ايه؟ زمايلها في الجامعه. احنا قلنا المدام هتبقى تحت ايمن، تخيل بقى لو المدام جابت شريف تحت منها، انت متخيل المدام ما بين ايمن وشريف؟ يا سلام. ايمن يقوم سخنان وجايب اثنين من صحابه، تقول المدام كمان سخنانه وجايبه اثنين من صحابها. تخيل حضرتك هتاخد كام على الواحد؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تخليك محترم شويه في كلامك يا فندم. ده يا جدع انت بتزعق كده ليه؟ مالك؟ انا مش فاهم، انا مش هتعامل مع البنك ده تاني. ان شاء الله يا خامة حمية انت كده بتتكلف انت عارف الخبر بيمس تنطط علينا. يلا طيب انا همشي بقى. انا مش قادرة اتصور اني هسيبك المدة دي كلها لوحدك واسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري مين اللي هيعمل لك كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ ده طبعا حاجه صعبه جدا بس تقلقيش عليا. تقلع على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المقفي. وصلتي لي الحياه اللي هو فيها دي. بس يا ابو النبي ما تضايقي نفسك، هو انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ اه صحيح، مامي ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ اللي هو مش الاحمر اللي هو التاني ده اللي بيلبسوه لما بييجوا يلعبوا فريق بره ارضهم؟ لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد يعني بعد ما توصلوا من المطار ما تنساش بقى ترجع لي عشان توديه البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول، تجوا اشرف الجواز جنب العربيه في الثانيه، الواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا اتكلمت يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون ويروح بيها الشغل يا عيد؟ كان في يومي دغري احنا بنحبها. وكمان كان في جد وشنب. اطلع بره، اطلع بره العمل. اطلع بره. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات ويبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترميه علشان تنشف. انا مش فاهم يعني ترميه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي؟ وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترميه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم، هو ابوك مش هبطل تاني دي؟ صراحه انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل ذنبه كده؟ اسمع مني ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن، وبعدين لو سمحنا احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي. ابوك معفن. الله صالح. يا عم وزن بقى كتير يا عمو. هوبا الحق الموز ده. هو الحق يا في ايه بتمسك نفسك؟ المشكله هتفضحنا. ركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ يا راحت. اه بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفا تعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ تعالى شوف البتاعه دي. ايه ده انت ذكي قوي يا صالح، برافو عليك والله.
ارفعني ان انا مش هطول دي. قرب كده قرب قرب نفسك كده. طب بقول لك اقف عادي. بص سلام انت ازاي ذكي كده؟ انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي. معلش معلش. تمام كده؟ اه كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش الإيه بالمنظر ده، وكل مرة أقول له عيب. يعني اتجوز له يا أخي، اتجوز له بس أنت عامله في خلق الله، ده مش منظر أبدا. نور يا أستاذ صالح بس بالعزاوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ هيبقى ليك عم جداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. بس عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، تعرف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، شغل إيه؟ إحنا 5 ساعات ولا 6 ساعات ونخلص، امسك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب الهباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، امسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا ملوخيه تطلع في بلاستيك عامل جداف. اه زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على القرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ بس شوية بس أستاذك، ممكن تطلب تجيب كوباية مية من التلاجة من الراجل دي بعد إذنك؟ مية؟ ما أجيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح يا صالح أنا كملت في تعب. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. أستاذ ولي يجيب لك مية ويعني إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في إيه يا جماعة؟ آه إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشرب بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكمل. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي محمد، عايز حاجه؟ عاوز حاجه؟ ده تالت مره تسالني السؤال ده. معلش بس في امور، عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقدر تقول لي اسم المحل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اسمها نجوى؟ اسم امي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عم بس يا عم حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسة نجوى على الام. طبعا حضرتك ده في محل المخبوزات ده هتبيع سميد وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شايفين حاجه انت وهو يا راجل. بس ما هو احنا لو مش شاربين انا اسف كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى؟ وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عم؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجيلي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم مش معنى اني اسيب البنك،
طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك ما يمشي الكوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الباب اللي انت هدبته في البنك النهارده ده غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خالي انت مالكش خلال اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى. ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غالي. لازم تقيس ربنا عليك ده يا اخويا. الحقيقه ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرى ثاني مالك بتتكلم عيد انت كمان. سامي؟ سامي. امال ثانية؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعة ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقة دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الادارة اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوة ولا بالواسطة، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زالة لسان وهفوتها المرة دي، لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسمية وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زيرو. يا احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. يا احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبى كابتن الله يخليك مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شباك مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابني نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طالع من النضارات ده من هنا. امشي اتكلوا على الله، روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ابني، انت راجل سايب باطو صح؟ اقعد انا شايف فيك مشروع شابه. حاضر. اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه. ابوي ابوي الله يخرب بيتك. الدنيا انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. لا انت هتفيحني ولا ايه؟ وريني كده برشام. انت مش قايل لك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ادينا في ده. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجلك شويه وعامله زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا هو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتح عياده. يلا يابا سلم لي على سيد باطو. ها قول له اغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هاف هافي وخدينا للماضي وساحره الخفي؟ اسمها ايه الاصطفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ ايه الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا واقفين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه. اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك اسطوانه. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، ايه بقت كده فلوس وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكره كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. قاعدين يا معلم، احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشات رواقه. حوارات انا برضه. اقول لك العب. ادي الدراع لعمك عمرو، خليه يلعب. يلا. لا يا حماد العب. بس يلا. يلا هتلعب. عم زيرو. حبيب قلبي. ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي تلعب كانت معلقه. صباح الفل. صباحك ابيض. الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟
اللي حصل ده بجد ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالطي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ في الاخر ارسلك. اتفضل. هيا يا استاذ سامي، خير؟ اقول انت كنت عاوزنا. لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه. هنا؟ ايوه هنا، وفي اي حته انا ما يهمنيش. انت يا مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله انا ده انا كنت هربط رباط الجزمه. اه بس تعالى. ايه بقى ده؟ كنت هربط الفرد التاني. طب وكده؟ لا كلام فيها سكه يا ويتش، مفيش كلام يتقال، ما هما فرددين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجه. انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. عارف انا غيرت الاربع فرق واشوف ليه واني انت مرفوض يا صالح. مرفوض؟ طب وانا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ سيرة على فكرة انا ما فسيتش عجل، يعني كنت قدامك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ ترفضني انا يا ابني يا حيوان، انا ترفضني يا ابني اقفل الباب يا ابني. يا صابونة يا وسخ، انت سيبني بسميك ايه في الجامعة؟ يا صابونة يا وسخ. انا هرجع بقى لاستاذنا دي واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. انت زي ما انت بتعمل دي فاكر مفيش بيه؟ مفيش بيه؟ استناني يا حسين، استناني. انا ترفد صمونا يرفدني؟ ماشي صمونا. القرار اللي احنا اخدناه استحالة. انا جاني فيه شكاوي كتير قوي، انا سمعت مرة انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. ياريت تكلمها كده وتسأل عنها، لانها هي بالها مدة ما تجيش البنك. كلمها كده وقولها اي حاجة. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده، انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد
الناس اللي هتركبه محتاجين 9 أيام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز المتوصل بالاسم كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث انهم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. نبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضح ولا بورصه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا.